يا رومانيا قميص احمر محمود وسيم صالح احمد مصر، قميص ازرق باسم سبع الجزائر. المنازلة البساط جيم، المنادات الثانية 77 كيلوغرام، مصارعة إغريقية رومانية الدور الرابع، قميص أحمر محمد وسيم صالح أحمد مصر، قميص أزرق باسم سبع الجزائر. And now, once we offer the second card, category 77 kilograms from Korea, in blue, singlet, Ottoman Harun representing Morocco. The next round of match A, category 67 kilograms, round 4, in red singlet, Farahoun Ahmed Benepour representing Algeria, in blue singlet, Mohamed Amin Bellahi will represent Tunisia. المنازلة الثانية البساط ألف 67 كيلوغرام، مصارعة إغريقية رومانية الدور الرابع، قميص أحمر عبد المالك مرابط الجزائر، قميص أزرق محمد أمين مدحي تونس. المنازلة البساط ألف 67 كيلوغرام، مصارعة إغريقية رومانية الدور الرابع، قميص أحمر عبد المالك مرابط.